هنا تونس الماضي ساعة وثلاثين دقيقة مستمعي دي وانا فهم ما كنتوا تتابعوا فينا. مرحبا بكم جديد, شكرا على المتابعة وعلى الاهتمام. برنامج هنا تونس مازال متواصل حتى للماضي ساعتين. ضيفنا في الساعة الثانية اليوم والجزء الأخير من برنامج هنا تونس القيادي في حزب التيار الديمقراطي محمد العربي جلاسي, مرحبا بك من جديد. مرحبا. يرافقني في التحليل والنقاش جهاد الحاسل محلل البرنامج. نذكركم كالعادة بوسائل التواصل والتفاعل صفحة الفيسبوك ديوان فهم, وتجمو تخليو كل التفاعلات والأراء والمقترحات. إذا تجمو تتابعونا في المباشر بالصوت والصورة عبر اللايف ستريمينج على صفحة الفيسبوك ديوان فهم, كما تجمو تتابعونا زاد على السيت ويب ديوان فهم بوانات اللي تقاو فيه آخر الأخبار وجميع تسجيلات برمجنا. نقطة أعلامية بدأت الماضي ساعة في مجلس نواب الشعب للكتلة الديمقراطية, شاركوا فيها نوابكم عربي الجلاسي, وعلى ما يبدو قانون المالية لسنة 2021 رغم تمريره فأنه الكتلة الديمقراطية غير راضية على ما حدث في الكواليس. احنا غير راضين على الفكرة اللي عملت قانون المالية هذا. كنا نتمناو مرة هالعشر سنين ذوما يكون قانون مالية أكبر من مجرد استعراض الإجراءات الجبائية, بل كنا نتمناو أكثر من هكا, نوفر شوية أمن جبائي مثلا عند علاقة بالأمن متاع المستثمر والأمن متاع المواطن في البلاد, إنه ما تتغيرش إجراءات الجبائية واللي نحاولوا نطبقوا اللي كتبناه في قوانين المالية السابقة. أكثر حاجة اليوم تخلي مستثمر يخاف على روحه في تونس, تخلي المؤسسات الصغرى والمتوسطة تخاف على روحها في تونس, هي تغير الإجراءات الجبائية والقوانين. في الأخر أنا كمستثمر ولا عامل شركة متاع شركة صغيرة ولا متوسطة في تونس, ما يهمنيش كون رئيس الحكومة ولا شكون الأغلبية الحاكمة, يهمني النتائج متاع وجود الأغلبية الحاكمة وتكررها. كان كل أغلبية حاكمة باش ترقع قانون المالية متاعها تبدل لي في الإجراءات الجبائية ونقعد نفاصل معها هاو زيد نقطة هاو بتنقطة, مش باش نخرجوا. وأكثر منها كيكة وقيت يظهر لي الميزانيات متاع تونس تخرج من منطق متاع الحسابات متاع عندي مصاريف هات نجيب لها مداخيل ونعرف روحي قائم على توقعات غالطة في النمو وفي سعر وفي سعر النفط وفي سعر الصرف مقارنة بالدولار وبالأورو, هاني نعدي روحي في الميزانية, نرجع بميزانية تعديلية وممكن ياسر مش أنا اللي باش نكون رئيس حكومة وقتها أمورهم ماهيش مشكلتي أنا, أنا عملت 6 أشهر متاعي وقويت السي في متاعي ولابس عليا وقيت ولي عنا مقاربة متاع نعاودوا ندفعوا الاستثمار في البلاد ونحرروا القيود اللي تكبل الاستثمار في تونس. طيب عربي جلاسي, خلينا نفهم شنو صار خاصة في الكواليس, لأنه الكتلة الديمقراطية تقدمت بعديد المقترحات من بينها المقترح المتعلق بالأعفاءات المتعلقة بالسيارات, إلا أنه جل مقترحاتكم تقريبا أسقطت. البعض يعتبر أنه مقترحاتكم لم تكن بالجدية الكافية, هذاك علاش تحت؟ على ما هي غير جدية وعلى ما هي تستحق الطيح, نواب الأغلبية الحاكمة نقزوا يجريوا وقالوا تنعديوا في قانون المالية التعديل يثبتون رواحهم هل هي جدية ولا غير جدية, لأنه الفولون يقول لنا قوانين على ما هي جدية شنعديوا في التكميلي, والباراشوك يقولنا غير جدية وما تستحقش تتعدى, ينسقونا بعضهم كسيارة مشتركة ويقولون شنو يراهم في القوانين هذي في المقترحات هذي تنجاوبهم. في الانتظار كنا قبلنا عنيو من الدوبل ديسكور متاع حركة ولينا عنيو في الدوبل ديسكور متاع الحركة والباراشوك متاعها ستوب باستا, هيت نحكيو بالمنطق. فما بتبيع الامتياز الجبائي متاع السيارة لأنه مسألة تهم العباد مباشرة, خذيت برشا حظ وهي مسألة مهمة بالمناسبة, لكن زادة فما مقترحات أخرى. كي نقترحوا صندوق متاع إصلاح التعليم, كنا نقترحوا الترفيع في جرايات الدنيا من 180 دينار ل 250 دينار, فما شكون بعقله ينجم يتوقع اللي فما شكون عايش 180 دينار في تونس واحنا ساكتين. كي نحكيوا على صندوق لتمويل البطاله, كي نحكيوا على امتيازات للي خلق موطن شغل الاول كي تخدم واحد اول مره, كي في المقابل نعطيو اجراءات بسيطة وسهلة واضحة لتمويل متاع الشيء هذا. كي نقولوا فما بعض الليسانس يعني عندها عوام وعوام ما تبدلت في مقاهي ومطاعم وغيرها تطلعها, كي نحكيوا على ضريبة على القطاعات اللي هي اليوم بالنسبة لينا ماكينة متاع كاش, البنوك, المؤسسات المالية, الليزوبيراتور تيليكوم والفورنيسور متاع سيرفيس متاع انترنت, هذا الكل ينجم يمول الصناديق اللي نحكيو عليه ومول الترفيع في الجرايات اللي نحكيو عليه. قدمنا مقترحات في اتجاه
خلينا نقول تحويلات اجتماعية وفي اتجاه مساندة التشغيل ومساندة المؤسسات الصغرى والمتوسطة، وقدمنا مقترحات في اتجاه تعزيز ثوري وآني ومعقول وعادل للميزانية متاع الدولة وللمداخيل متاع الدولة. شنية في المقابل صار؟ صار اجتماع بين الترويكا الحاكمة وبين الحكومة، وقالوا المقترحات متاع الحكومة الكل باش تتعدى لف لف، وانا باكلي الدوسي متاع قانون الميزانية بدون نقاش. اللي يتفرج في الجلسة العامة يتسأل هل انه البرلمان هو الجلسة العامة ولا البرلمان هو لجنة المالية، لانه المجلس لجنة المالية اللي يرأسها الصديق هيكل المكي واللي المعارضة عندها دور متاع التسيير متاعها، كانت محل ومحفل فوروم متاع نقاش بالباهي وبالخايب، وسمعنا الرأي والرأي المزاد، وسمعنا الإدارة تدافع على مقترحاتها، وسمعنا معارضة وممثلين متاع أحزاب تدعم الحكومة يتناقشوا ويتوافقوا على بعض الإجراءات الباهية، وحتى إجراءات نجمة تتفقش معها، لكن صار نقاش فما تخمام. لكن الجلسة العامة سامحني لا تختلف على أي برلمان متاع ديمقراطية شكلية، ناس كل هذا يديها وتعدى تعدى تعدى، خلينا نروحوا بكري وكهو. لكن عربي كان من الملفت للانتباه هو أنه حتى نواب الكتلة الديمقراطية ما صوتوش على هذه المقترحات. تقصير كبير ما عندي باش نبرو، نجم مفسر اللي هما كانوا حاضرين يعني في جو بتاع هذا المقترح، وتقول لي المقترح هذا في صالح الشعب، في صالح المواطن، في صالح الطبقات المتوسطة. انت تحكي على مقترح بخلفية اجتماعية، ولكن في لحظة التصويت ما نقاوش الجهة من 40 صوت 19 اللي قدمت المقترح هذا، نواب ما صوتوش عليه. كيفاش بعد تحكي على مقترح انت محمد؟ تحكي على مقترح واحد، حركة النهضة وتلف الكرامة وقلب تونس. تحكي على مقترح واحد اللي هو المقترح نتاع الامتياز الجبائي للسيارة الأولى، وتعرفوا الظروف اللي تم فيها التصويت على قانون المالية، وتعرفوا اللي الأمور كانت ملعوبة من قبل الجلسة العامة، يعني في الأخر 19 ولا 38 ما كانش باش تغير حاجة كبيرة، وتعرفوا الظروف اللي تم فيها. لكن هذا ينجم يعطي مؤشر على عدم جدية الكتلة الديمقراطية. قبل ما قلتها أنت قلتها أنا، حاب تعاود كلامي، عندك الحق انه ما كانوش حاضرين، وي تقصير بالنسبه لي على الاقل من المستوى الرمزي. لكن تعرف اللي الناس مقصرين هذوما شنو صار لهم ولا نهايرين قبل فيهم؟ واحد اثنين ثلاثه تم الاعتداء عليهم جسديا. مش صحيح. رئيس كتله ائتلاف الكرامه الاستاذ سيف الدين مخلوف ينفي هذا. لو سيف الدين مخلوف اختصاص دواء كورونا ولا اختصاص توصيف العنف ولا اختصاص افتاء، شنو اختصاصه؟ معاش كانوا زميل صيدلاني يجي يحكي معايا في الدويات، كانوا سيد هو النائب العام يقول لنا تو نتعاملوا معاه، نجيبوا نبعثوا له محامي يحكي معاه. سيف الدين مخلوفي كلام ولا يعتد به. قدموا دليل على صحة الادعاءات هذه وما قدمتوش عربي جلاسي. اي خاطر سيف الدين مخلوفي باعتباره عضو في الائتلاف الحاكم عيننا مدعي عام والعين النائب عام، مش مدخله ويطلب لنا في دليل احنا. احنا طلبنا من السيد رئيس البرلمان والمكتب نتاعو انه يعلن انه يدعو النيابه العموميه باش تتدخل وتحقق في العنف اللي صار، انه من توا يعلن اللي هو ناوي يتعاون معاها ويسهل لها خدمتها الكل، انه سيرفع الحصانه على كل نايب يتجبد في البحث، خلينا نحكيو باللغه اللي يفهموها التوانسه الكل. لا سيد سيف الدين مخلوف عنده الشرعيه وهو على راس كتله مارست العنف اللفظي والمادي باش يقرر شكون صحيح وشكون غلط، ولا عنده الاهليه باش يطالبنا نجيبوا دليل. لا احنا طالبين من مكتب المجلس اللي يتذيلوا سي سيف الدين مخلوف والكتله نتاعو انه يسمح للنيابه العموميه تخدم خدمتها ويرفع الحصانه على النواب البنديه، ونحن طالبين من النيابه العموميه تخدم خدمتها، وقدمنا شكيات وبدال استماع للضحايا نتاع العنف هذا، وسيثبت التحقيق شكون ضرب وشكون ما ضربش. لكن نعاود ونقولها، تم الاعتداء جسديا على نواب وهما يخدموا في خدمتهم، تم الاعتداء عليهم من غدويكا من تدوينات قاموا بها أعضاء في الكتلة المارقة هذه يحكوا فيها على تكسير الخشومات. هذا الظرف اللي انت قاعد تلوم عليا فيه وعندك حق في جزء كبير، انه ما مشيناش نصوتوا. انا نقول الكتلة الديمقراطية تعاملت برشا جدية مع قانون المالية، ولم تسقط في فخ تعطيل الجلسة العامة، لم تسقط في فخ الاعتصام داخل قاعة متاع الجلسة العامة، خلينا قانون المالية يتعدى، واستجبنا الى دعوات التعقل والذكاء اللي جت من رئيس الجمهوريه ومن بعض الفاعلين الاجتماعيين وبعض الفاعلين السياسيين، وتعدى قانون الماليه، وهذه النقطه الايجابيه اللي تحسب الكتله الديمقراطيه رغم بعض الاهانات من هنا ومن هناك. ومن يلام على قانون الماليه هذا في الصوره النهائيه اللي خرج بها هو الائتلاف الحاكم والحكومه اللي تفهموا باش يعديوا قانون تقنوي مش حتى تقني، لا رينا فيه لا كفاءه تقنيه لا رينا فيه رؤيه سياسيه. جهد هو الحقيقة قانون المالية ذي غريب عجيب الحقيقة كيفاش تعدى معناتها.
النقاش فيه كان مفروض يكون حول الفصول، كان يكون أعمق من هذا اللي ريناه، خاصة نقاشات الجلسات العامة معناتها. لكن فجأة في آخر المطاف، في آخر مسار متاع القانون هذا، تم الانحراف نحو نقاش آخر علاقته هو بقانون المالية، تعلق بالنساء العازبات وحقوق المرأة وموقع المرأة في المجتمع إلى ما آخره. مع أنت نقشنا كل شيء في الأيامات الأخرانية كان قانون المالية في الأيامات الأخرانية القانون هذا، والأداء أنه يتم الاحتفال به أنه إنجاز كبير أنه صادقنا على قانون المالية، في حين أنه موش إنجاز كبير، في حين أنه معناتها فما 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 مسائل في وسط القانون هذا مخترة برشة. ونعتقد أنه بالإشارة توا نحن أنه حصرنا الأمور في في إسقاط مقترحات قوانين اجتماعية كما كما تقدمت بهم الكتلة الديمقراطية، ولا حتى في مقترحات أخرى تقدمت بها حتى كتلة النهضة وكتلة وكتلة ائتلاف الكرامة، باش نكونوا واضحين، كتلة قلب تونس في مقترحات قدموا بها وأسقطوهم، تم إسقاطهم. حصر الموضوع في النقطة ذي من رأي غلط، لأنه الأخطر في قانون المالية ذي ساعة هو هو باب المتعلق بالدين العام 92.7% دين عام في الميزانية، اللي هو 92.7 من الناتج القومي الخام اللي تنتج تونس الكل دين عام، واللي هو الترفيع في الدين العام. والحاجة الغريبة الحقيقة معناتها والمستغربة من الكتلة الديمقراطية، الكتلة الديمقراطية اللي عندها معناتها رؤية اجتماعية ديمقراطية، مفروض قضية الدين العام على رأس الأجندة متاعها، اجتماعيين ديمقراطيين في العالم الكل ضد التدين الخارجي، ضد التدين العام، التدين العام المشحف هذا اللي دخلنا فيه اللي هو جريمة في حق البلاد وفي حق الأجيال القادمة. ما تحدثتش على الدين العام جملة، وماريناش ما أنت عملت عرض كبير على الدين العام وقت المفروض هذا يكون على رأس الأجندة، وقت للحزب الدستوري الحر اللي انتم تصنفوه ككتلة فيكم على الأقل في داخل الكتلة الديمقراطية يكون صنفوه كحزب فاشي، واللي هو معناتها وين هذا داخل الكتلة الديمقراطية، فمش كوني صنفوه كحزب فاشي. أنا اليوم واضح فما تواصل بين الطرفين محمد، خلي كمان النقطة الأهم. حزب الدستوري الحر يجي يرفض المصادقة على قانون المالية باسم شنو؟ باسم الدين العام، باسم انه باش يرهنوا هكا عبير موسى قالتها باش يرهنوا التوانسة في 16,000 مليار دين خارجي اضافي، وقالت هذه جريمة في حق تونس في حق الاجيال القادمة. معناتها عبير موسى ضد الدين العام، تقود الخطاب ضد الدين العام والكتلة الديمقراطية ليه؟ حقيقة حاجة بهتتني هذايا، هذه النقطة الأولى. وعبير موسى رفضت جذريا هي وكتلتها أنه أصلا يحضروا الجلسة العامة حول القانون المالية ونسحبوا، قالوا ما نش باش نصوتوا أصلا. يعني هذه النقطة الأولى، وينكم في النقاش هذه؟ معناتها تحصر الأمور في كرهبة وتيفيا وفسير وقت اللي عنا ثلاثة أجيال جايين من التوانسة باش يتولدوا مرهونين، معناتها باش يتولدوا مرهونين كريمو، معناتها أنا ولدي باش يتولدوا مرهونين، وانت كيف كيف وكنا كيف كيف. هذه أول حاجة. ثاني نقطة الحقيقة، معناتها ما تراش انه زاد شوية معناتها بالغة الكتلة الديمقراطية في قضايا اخرى تم استدراجها لها جانبية وما ركزتش على صلب القضايا الحيوية من قبيل اللي تعبي الناس، من قبيل ماذا؟ من قبيل اللي صار مع كتلة ائتلاف الكرامة، من قبيل اللي صار مع محمد العفيس. معناتها ما تمش، مع أنت تم تضخيم العملية ذيك الكل اللي هي ربش كون واضحين ما تعني حد شيء للناس في الشارع، الناس اللي يسمعوا فينا اليوم ما تعني همش لقضية العفيس ولا قضية المرأة توا ولا قضية الأمهات العازبات ولا حد شيء، تعنيهم اليوم أوضاعهم الاجتماعية والاقتصادية اللي في الحضيض. أنت الحقيقة رأى إنه بشوي بشوي كتلة ديمقراطية مش قاعدة تتبنى في خطاب وشعارات وقضايا اللي قادرة تحشد شعبيا، وذا قاعد ينعكس في النهاية على نوايا التصويت. مع أنت كرا أنا اليوم ائتلاف الكرامة والنهضة عندهم هذوكم جمهورهم، وجمهورهم يشري ويحب الحاجات هذوكم، أمهات العازبات والتدين وموقع الدين في المجتمع وموقع المرأة في المجتمع، يحب يهوى الحاجات هذوكم جمهورهم، وذا حقهم، جمهور محافظ متدين يهوى القضايا ذيك. أما جمهوركم أنتم جمهور آخر مفروض قاعدة تستحوذ عليه بشوي بشوي. عبير موسي اللي بدأت تتمثل في الطبقات الوسطى اللي قاعدة تدحرج، اللي بدأت تاكل حتى من رصيد الطبقات الشعبية اللي في الأصل المفروض تكون مع الكتلة الديمقراطية، اللي وليت اليوم ترفع في شعار متاع بخلاف خطابها ضد الإخوان وضد الإسلاميين، ترفع في شعار متاع خطاب ضد التقشف
ضد التدين الخارجي. الحقيقة أنا مشهد هذا موقف لي مخي، وخاصة موقع الكتلة الديمقراطية عالي جلس، وكأنه تيار ديمقراطي والكتلة الديمقراطية أضاعوا البوصلة كأنه اللي كان يقول فيه جهاد خليني يقول حاجة برك، يظل أنك تكون معتدل في الظرف هذا، شكون أنت شتخرج أنت المتطرف في الأخير، كي تبدأ التطرف هو القاعدة فالاعتدال يولي يوصف كأنه هو تطرف. احنا ناس شاركنا في الدولة هذه، شاركنا فيها كمعارضة وكحكومة، كي يطرح علينا قانون ميزانية مانيش عم ترسيل سيفو باش نقولوا ما فماش دين خارج فماش دين داخل وهنا قاعدين. لا، فما ميزانية لازم تتعدى، وفما رئيس دولة طالب ان الميزانية تتعدى، وفما موظفين سنة في شهرياتهم، وفما ناس تتعامل مع دولة تونسية سنة باش تخلص، وفما دولة اقتصادية كاملة الميزانية متاع الدولة مربوطة بها. ما فما حتى حد عنده القدره، وكان اي حزب من الاحزاب تمد له قولوا احكم وحدك في البلاد شي يجي اليوم يلقى حل جذري للتدين نتاع الدوله التونسيه. فما كناش في اي لحظه من اللحظات قادرين واحنا نغزلوا روحنا في المرايه ونحترموا في روحنا باقي نقولوا لا الميزانيه ذي ما تتعداش على خاطر فيها تدين خارجي. التدين الخارجي نتيجه سنوات وسنوات من رهن الاقتصاد التونسي للخارج وأيضا لاقتصاد الامتيازات الداخلي اللي الحزب الدستوري الحر يمثل رغبة محمومة في العودة للسيستيمة ذاك. يظل الدين الخارجي ما تولدش لا مع الثورة وأنه تفاق مع الثورة الحر على الجلاس السنوات الأخيرة. تسمحوا لي بحاجة بركة مش فيدي غولي للأخر المنطق الاقتصادي وبش نجيبك على حكاية السنوات الأخيرة فقط. في السنوات الأخيرة اللي نظام بن علي دين الخارجي في نزول، وصلنا الى دين خارجي تقريبا في 34% في 2010 اللي هو اليوم فوق 66%. جايين اللي صار انه تسارع الدين الخارجي وقت الثوره، لانه صار في وقت من الاوقات محاوله لترقيع الهوة الاجتماعيه اللي خلقها نظام بن علي بشراء السرم الاهلي بشهريات غير خالقه للثروه. هذا صار، لكن ما نجم حتى حد اليوم يزايد من الناس اللي خلقت الازمه الهيكليه اللي احنا في توا على مساله الدين الخارجي. وبالنسبة لنا احنا البداية تكون بما يمكن القيام به، والإجراءات الاجتماعية اللي عملناها احنا والإجراءات لتعزيز ميزانية الدولة وموارد الدولة هي إجراءات في الخفاش تصب كنا نعمل مجهود باش نعمل ترانسفير سوسيال، ما باش نقوي الاستهلاك ونقوي الاقتصاد ونحسن الوضعية متاع التوانسة. كي نعطي انا إجراءات باش الدولة تعبي مواردها ما نقعد نعمل فيها باش نقص من الدين الخارجي متاعها، يظلي مقاطعة نقاش الميزانية وإلا فقط الحنجوريات ضد الدين الخارجي ما تكفيش. انا جايب حلول باش نقص من الدين الخارجي نتاع الدوله التونسيه. انا كي نعطي مشروع تعديل الفصل 35 نتاع القانون المنظم البنك المركزي باش نحول في خطوه سياديه التمويل نتاع ميزانيه الدوله من الدين الخارجي الى دين داخلي محسوب. انا كي نمشي نعمل نضرب واحد نعمل 35% على المرابيح نتاع القروض الرقاعيه تشري فيها البنوك اليوم على ظهر الدوله التونسيه، مش قاعد نرجع للدوله في جزء من الفلوس نتاعها اللي قاعده تتفك على بمنطقة تمويل الدين بتمويل ميزانية الدولة بالدين الداخلي. هذا الريع متاع البنوك اللي خلقوا النظام متاع الدساترة من اللي خلق في البلاد لليوم أنا قاعد نقاوم فيه بالذكاء وقاعد نقاوم فيه بإجراءات واضحة ومباشرة. واضح. نرجع طول للمسألة المهمة على الأخرى، ليه مش احنا اللي حورنا نقاش نحو نقاش هاوي. نذكركم مسألة الأمهات العازبات، لأن عاود عبر لهم على التضامن متاعي معهم واحترامي للدينيتي متاعهم والاحترامي لهم كمواطنات في البلاد هذيا. وفما حتى حد اللي كان يستعمل في منبر رسول الله باش يدعو الناس انه يمشيوا يرفعوا سلاح على الدول، واليوم يستعمل في منبر الدوله باش يواصل يطيح قدر مواطنات ومواطنين تونس. هذا عربي النائب نتاع الكتله المارقه اللي حكى على الامهات العازبات. اي كتله؟ الكتله المارقه كل ما تمس في العنف ما عندها عشان حتى اسم واحد داخل الكتله ذيك اسم الكتله المارقه. هذا اصلا مشكل اليوم، هذا الخطاب اللي فيه وصم اللي فيه عنف اللي فيه تجريح. لأن نوصف في أفعال مش نوصف في عباد، نوصف في أفعال متاع كتلة ضربت كتلة هذه البرلمان. منتخبة كيفكم كيفها في البرلمان اللي كنا نحكي عليه قبلك كان يولي منتخب، هذا يمنعنا من نسألوه على مصادر أمواله؟ هل إنه كتلة منتخبة معناه أنك يتم انتخابي غدوة إن شاء الله ذكر معناه كان ترشح في 2024 نولي نائب عندي حق نضرب؟ ليه من منتخب ربي عينك، أنا قلت لك ماكش منتخب، أنا قلت لك ما تنتخبوك التوانسة مش باش تضرب زملائك بالبونية وكاو يظلي مش غالط كلامي. الكتلة هذه هي اللي حولت نقاش متاع ميزانية وزارة المرأة إلى نقاش حول وضعيات اجتماعية ووصم للعباد. الكتلة هذه واللي وراها الكل هما اللي قاعدين يحاولوا في النقاش
من الجانب المالي ومن الجانب الاقتصادي ومن الجانب الاجتماعي للجانب الهوي. علاش؟ كما التمساح اللي جورك للقلتة خاطر هو غادي كان نجم يربحك. احنا اليوم هاو عنا ندوة صحفية اليوم عملناها على المسألة متاع العنف اللي صار. العنف كان ياخذ مجراه في اتجاه القانون. حتى الاعتصام اللي عملناه ما عطلناش به قانون المالية ومصالح التوانسة. احنا نحب نهلزوا اليوم النقاش للجانب المالي والجانب الاقتصادي ونفهم قانون مالية تعديلي جاي ونحبوه قانون مالية تعديلي جاي ما يكونش قانون مالية ترحيلي كما صار في قانون في 2020 مثلا 1750 مليون دينار متاع مصاريف دعم مستحقة للستير ومستحقة لديوان الحبوب تتبخر من الميزانية التعديلية متاع 2020 ولليوم ما نعرفوش لمشات 21 ل 22 لنا عام مشات. طيب عربي جلاسي بعد تعنكم في الفصل الرابع من قانون المالية التعديلي اللي اعتبرته أنه شرع للتهرب الضريبي وعلى ما يبدو الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين قامت بإسقاط هذا الفصل، ممكن تطعنوا في بعض الفصول الأخرى من قانون المالية 2021؟ مش ما تروح طعن في دستورية فصول في قانون المالية حاليا. نفسر شنو صار في الفصل الرابع متاع القانون التعديلي اللي هو ما جانيش في النسخة الأولانية. النسخة الأولانية رجعناها حكومة ومعارضة بالمناسبة، قلنا لهم عاودوا صلحوا النسخة متاعكم على أساس المديونية، على أساس غير غدم قدرتهم أنهم ينجموا يوفروا الاعتمادات اللي ادعاوها، على أساس أكثر معقولية في التوقعات. يا اخي ترجع لنا ومعها كادو. كادو هذا هو الفصل الرابع. بتاع كادو ما كانش للنواب الشعب لا للشعب، كان كادو للناس اللي تنجم تستفاد منه. الفصل هذايا خلينا عقلنوا النقاش يقول يقول لجنه تنظر في الدوسيات نتاع نتاع الضرائب ويراسها وزير الماليه. اول حاجه الفصل ذا يمسم مبدأ حياد الإدارة. علاش وزير مالية سياسي عنده استحقاقات انتخابية وعنده استحقاقات سياسية يلقى روح في وضعية ينجم ينظر في دوسيات نتاع رجال أعمال نجم يتبرعوا له؟ إيش لازم؟ معلش تحط ما عز نفسك تسيب أخوي، ما تحطش روحك في وضعية كيف هكاك. أنا وزير مالية ما نرضاهاش روحي. اثنين معناه يخل بمبدأ المساواة نتاع المواطنين قدام الـ قدام الـ قدام الضريبة. الفصل هذا شنو يعني لكم سياسيا؟ يعنينا سياسيا اللي مازال عندنا على الأقل ملجأ في البلاد هذيا باش الريع والامتيازات يكون عنده فران، يكون عنده مكابح منها الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين. يعنينا زاد أنه تنجم تكون معارضة وتقدم خدمات للتوانسة وللاقتصاد التونسي للمجتمع التونسي حتى وانت في المعارضة. لكن اسقاط الفصل هذا عربي جلاسي مر مرور الكرام، حكى عليه حد. هذا لا يمنع انه مهم انه يسقط وهنا نحكيوا عليه. ما كانش امر طبيعي انه اسقاط فصل غير دستوري في قانون مالية يمر مرور الكرام اليوم. فصل مخطر. تعرف علاش تقريبا تم التطبيع على المسألة هذه؟ تفكروا الثلاثة الأربع سنين اللي فاتوا قداش من فصل طاح في قوانين المالية لعدم دستوريته، قداش من فصل ومن قانون طاح لعدم دستوريته. يبدو أن الأغلبيات الحاكمة والحكومة ذي ما شذتش على القاعدة تدين أكثر للناس اللي تعاون فيها باش تطلع أكثر من اللي تدين للناس اللي انتخبتها. كان فما حكومات سابقة فيها على الأقل شكون تم انتخابه ولكن عنده طموحات انتخابية. الحكومة هذه يظلي مقطع رباط، مشكلتها الوحيدة كيفاش ترضي المخدة السياسية متاعها. جهاد سبع دقائق مازالوا سؤالك باقتضاب. سؤالي ممكن توا أكثر على الجانب السمية في الجانب السياسي وخصوصا اللي في الأيامات الأخيرة ما اللي تحكي فيه على تنسيق مع عبير موسي وما سمية بتسريبات الواتساب الكونفرساسيون المحادثات على واتساب اللي خرجت منها محمد عمار رئيس الكتلة الديمقراطية ونطق رسمي باسم الحزب ونطق رسمي باسم التيار الديمقراطي وعبير موسي نائب عبير موسي رئيس الحزب الدستوري الحر ورئيس كتلته في البرلمان. معناتها خرجت محادثات من الأول، صور لمحادثات على الواتساب ما بينت محمد عمار وعبير موسي ومن بعد كذبتوها في التيار الديمقراطي ومن بعد خرجت عبير موسي مرة أخرى في فيديو ورات محادثات مختلفة مختلفة الحقيقة في النص متاحة. المحادثات الأولى كانت نشرت على صفحة معناتها دي أنصار ائتلاف الكرامة، معروف جدا أنه الحزب الدستوري الحرب كي صار بحاجة يمشي على ائتلاف الكرامة ديريكت، معروفة كذا في حد ذاته استغباء للتوانسة بالضبط. وعبير موسي فيما بعد في فيديو كانت خرجت المحادثات الحقيقية كانت تتعلق بالتنسيق لإعلان بيان معناتها حول العنف والتنديد بالعنف في البرلمان. برشا معناتها اليوم أنصار ائتلاف الكرامة وحتى قياداته يقولوا
فوالا نقولوا فيه اللي نقولوا فيه اللي نقولوا فيه صحيح تيار ديمقراطي متحالف مع بين ظفرين الكتله الفاشيه يقصدوا بها عبير موسي وحزب الدستوري الحر على عكس ما يقول وينسق معاهم والهدف نتاعه واللي يعمل فيه هذه الكل هي شوشره وخدمه يطيب العبير موسي ويطيب للحزب الدستوري الحر هذا ايش يقولوا ليه عزل ائتلاف الكرامه اللي بالنسبه لهم هو في جدار الصد الاساسي امام عوده التجمعيين والنظام القديم ومثلا في عبير موسي عربي جلسي على اي قدم ترقصون الرقص ده يصير في البوكس ما تعرف انا لو جيت ننتمي الى كتله مارقه وكتله تمارس العنف البرلماني يكون اولوياتي نشوف محامي باهي خاطر المحامي اللي عنده مش باهي ياسر لا جاء ولا صياد لا طب لا محامين شوف محامي باهي يحاول يخرجني باخف الاضرار من قضيه العنف اللي قاعده في قيد التحقيق هذه النقطه الاولانيه واحد كمان يخمم في حريته الشخصيه قبل ما يخمم في المزايدات السياسيه اثنين الحكايه هذه كانت تلقى روحها تلقى بلاصتها في فقره الفاكت تشيكينغ اللي تعملوها انتم في البرنامج نتاعكم لانه اول حاجه بالمنطق محادثه واتساب عند نائبه في الدستور الحر تلقى روحها خارجه وين في ائتلاف الكرامه يقولون زعما بيطلعش بيناتهم تنسيق على مستوى الاذرع الاعلاميه زاد احنا على الاقل تنسيق ونحكي فيهم بعض في مساله عندها علاقه ببيان بعثوا رئيس كتلتنا لرؤساء الكتل الكل فما حتى داعي لاستثناء اي كتله من الكتل هذه تبيع الا الكتله اللي مارست العنف عاد اماو كتاب ومعناها وهكاك يبداو يخرجوا النائب نتاعهم اللي يضرب قبل ما يصحوا معنا على البيان رئيس كتله بعث لرؤساء الكتل الكل بالواتساب بيان شي تم المشكل مش غادي عربي جلاسي خرجوا في البلاتوات في الاذاعه الكتله خنكمل تسبوا في الدستور الحر وفي عبير موسي وبعد نلقاوكم يلزمني نكمل لهنا انتم فما شكون يعتبر وانكم تعملوا في النفاق السياسي اول حاجه يلزم الكتله المارقه كي بعد ما تكمل مشاكلها القضائيه تجاوبنا كيفاش الكتله نتاع الدستور الحر بعثت للذباب الالكتروني نتاع ائتلاف المروق والعنف الواتساب شو نشروهم يفسروا هنا هذا مش تنسيق على اعلى مستوى هذا تنسيق استخباراتي يكاد يكون هذه النقطه الاولانيه اثنين كي جينا نثبتوا لقينا اللي خرج ماهوش هذاك المحادثات الحقيقي والمحادثات الحقيقيه وني عاد جماعه كذبوا مرتين ما عادش حد نجم يرد عليهم بربي لا عاد تسالني عليهم توا نجيو للفوندو كي انتم تنسقوا مع بيرموس علاش تستعاروا سياسيا المساله عربي جلاس تستعاروا انت منا ومي على بعضنا على الفيسبوك ليش نصعبوا فيها ونقصروا فيها طويله برا ادخل على التدوينات نتاعي احنا قلنا وبكل وضوح ومن اللي تسألت الحكاية من اللي خرجت هي الفيديو متاعها هي بعثنا لها واتساب فيه البيان مش صح عليه وتوكي نهارت لي يلزم سنجبر هذا المكتب المارق حتى هو والحامي للعنف والحامي للدموية أنه يخرج البيان اللي يدين فيه العنف باش تصح فيه الكتلة هذه ويلزمها تصحح فيه ومعنا حتى حشمة وسامحني اللي عنده مشكلة مع مسألة تنسيق ودستوري وما دستوري يا خويا كان انت عندك شويه هكا ديسيبال قاعدوا لك في الصوت نتاعك ما نقولوش خنيفري لا معانا لا مع غيرنا الخنيفري بربي كل واحد يخلي يده في مكتوبه في البرلمان هذا يا خويا برا تكلم على عرفها السابق اللي مستشار نتاع عرفك الحالي نوضح العرف السابق نتاع مدام عبير موسي هو المستشار نتاع سراج الغنوشي هو عارف الكتله نتاع محمد الغريان نتاع الكتله المارقه الكتله البندي هاي هاني فسرتها بوضوح برا خويا انت ما عندك اربع صيحات في النهار يلزمك تعملهم باش تلم جامات على الفيسبوك وتقارن روحك بصانع المحتوى على انستغرام هذا جوك انت انتخبوك تونس الشيء هذا يا خويا صيح ثلاث مرات على الطيار تفصل ما عادش سامعينك وصيح مريره على عرفك اللي مخدم عارف مدام عبير موسي سابق مع انت مسيب التطبيع مع النظام السابق الكل ومكبش في رئيس كتلة التيار الديمقراطي اللي قالها بكل وضوح اي بعثت واتساب فيه بيان باش يتم الامضاء على البيان هذا والبيان هذا ايش فيه؟ هذا اللي به الفائده فيه ادانه للعنف اللي مارست له الكتله المارقه هذه والكتله هذه مارست العنف عن سبق الاصرار والترصد لو ما صارتش الادانه هذه اللي طالبوا بها عربي جلاسي اليوم مطلب استقاله راشد الغنوشي رئيس البرلمان مازال قائم بالنسبه لكم؟ الاعتصام هذايا عنده علاقة بالعنف الذي مورث في البرلمان عنف شرع له رئيس البرلمان الحالي عنف حماه رئيس البرلمان الحالي خاطر كان ناوي نعمل جلسة عامة ويتم إدانة العنف هذايا في الأخر ما ظهرلوش احنا الطلب متاعنا اليوم انه تتم إدانة العنف هذايا لو ما تمش
لو ما تمش الاعتصام متواصل وستتم إدانة العنف هذا. بالنسبة لصاحب الثقة مراش الغنوش رانا طرحناه قبل اليوم ما عندوش علاقة بالاعتصام هذا. الاعتصام هذا معمول لأنه وليداته اللي فكروا بصغره مارسوا هوايتهم في الاعتداء بالعنف على زملائهم النواب, وهذا لازم يضع تم وضع حد ليه باش ما يتكررش. وبربش نجاوب بشهادة على حاجة مهمة قبليك فعل وقت 20 ثانية برلمان فيه أغلبية لا هي تكسر في خلايق المعارضة ما نجمش يخدم للسحقات الاقتصادية والاجتماعية متاع التوانس. الحل في حوار وطني أم في حل البرلمان؟ لا الحل اللي نجم يكون على إطلاقا فيه حوار وطني ولا الحل في البرلمان, الحل في تطبيق القانون, الحل في دعوة محمد عبو لتدخل الجيش والرجل القوي قيس سعيد. الحل حسب ما قاله التيار الديمقراطي أنه يطبق القانون على الكتل المارقة والنواب المارقين داخل البرلمان. الحل يطبق القانون على الفاسدين وعلى اللي يتمتعوا بالامتيازات تاع اقتصاد الريع في تونس بتفعيل القوانين الحالية وبصوت موحد للمعارضة التونسية ضد التبوريب اللي قاعد صاير على المستوى الاقتصادي والاجتماعي وعلى المستوى الجسدي. شكرا عربي جلاسي القيادي في التيار الديمقراطي, شكرا جياد الحسن المحلل البرنامج. عزيزي المستمعين غدوة يتجدد موعد كالعادة بداية من نص النهار. في الختام محمد اليوسف وكامل الفريق, يسلموا عليكم في أمان الله.